طيب بس مش هما دايما بيقولوا ان البنت للولد بتفرق في موضوع التخاطب طبعا. او في الكلام او مثلا من طفل للتاني طبعا. بتفرق يعني مش المفروض نتخض مره واحده صح؟ لا مش مفروض بس في افريج يعني مثلا الطفل لحد عمر السنه سواء ولد او بنت ما بيطلعش اي كلمات لا لا ما فيش بقى اصل هو افريج اصل الولاد بتتاخر عن البنات الولاد بتتاخر عن البنات يطلع مثلا 10 كلمات بدل ما يقول 20 لحد عمر السنتين ما قالش كلمتين مع بعض بس بيقولي مثلا 50 كلمه لكن بيقول 3 4 كلمات لحد عمر السنتين واقول لا اصل الولاد بتتاخر عن البنات لا طبعا طبعا كده في مشكله طبعا في مشكله طيب هم دايما بنسمع ان الموضوع انتشر بزياده في ممكن نقول ال3 سنين اللي فاتوا هل تعتقدي ان ده كان بسبب مثلا موضوع الكورونا وقد ايه اتحبسنا في البيوت وكده طبعا الكورونا اثرت جدا عدم التفاعل مع الاطفال ان احنا سبناهم كتير قدام الشاشات سواء تليفون او ايباد او تلفزيون او ايا كان طبعا بتاثر البيئه بتاثر ان هم ما بقاش بيتفاعلوا مع اطفال زيهم ان هم ما بقوش بينزلوا الحضانه الاهالي بقت تترعب على اولادها بلاش ينزل الحضانه لا هيكح لا هيتعدي لا خليه قاعد في الحضانه لا انا خايفه احسن ابني يجيله كورونا خلت الاولاد طبعا تتاخر اكيد طيب المشكله في التخاطب او التاخر عامه في الكلام في ناس بتقول انه ممكن يكون مشكله عقليه هل ده فعلا حقيقي ولا لا طبعا سبب من اسباب تاخر الكلام ممكن يكون الطفل مستوى الذكاء عنده اقل من الطبيعي وده بنعرفه ازاي بالاختبارات اللي احنا بنعملها لما بيجي لنا اي طفل اول ما بنكشف عليه بنبتدي نشوف الهيستوري بتاعه كله بنبتدي نشوف لو في حد من الاهل سواء من طرف الام او من طرف الاب متاخر في الكلام عنده اي مشكله عقليه عنده اي مشكله في الجينات عنده توحد عنده ADHD او ايا كانت المشكله اللي موجوده في العيله ممكن تشرح لنا بس يعني ايه ADHD ADHD اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركه يعني بيكون طفل مستوى الانتباه عنده ضعيف شويه والحركه عنده زايده عن الطبيعي طبعا مش لازم انه يكون الطفل عنده كل الصفات دي ممكن يكون الطفل بس عنده مشكله في الانتباه طبعا. ممكن يكون الطفل عنده بس حركه زياده ممكن يكون الطفل عنده اندفاعيه ممكن يكون الطفل عنده ايا كانت المشكله اللي عنده برده ده بيتم تشخيصه ولازم يكون بيشتكي من بعض السيمتومز من بعض الاعراض لمده لا تقل عن 6 شهور واعراض معينه لفترات تقل عن 6 شهور ساعتها بنبتدي نقول اذا كان الطفل ده ADHD او لا يعني مش كل طفل قاعد سرحان في كلاس يبقى دوت ADHD مش كل طفل قاعد شقي شويه او عمل حركتين يبقى دوت ADHD فطبعا اللي بيشخص ADHD دكتور نفسي اطفال مفيش حاجه اسمها ان المدرس يقول على فكره ده ADHD او ده توحد لا هو بينقل الكونسيرنز بتاعته بينقل المخاوف بتاعته للاهل يقول لهم مثلا انا قلقان انه الولد معايا دلوقتي بقى لنا 2 شهر مثلا في المدرسه واستجابته مش زي صحابه اللي معاه في الفصل او ان هو مثلا مش بيخلص شغله كله او ان هو بيسرح مني ده بينقل مخاوفه مين بعد كده بيشخص الاهل بيبتدوا يعملوا اسسمنت ويبتدوا ان هم يشوفوا ايه مشكله الطفل فعلا